مستحقات التقاعد لا تزيد كثيرا عن مستحقات الضمان الاجتماعي، فهي لا تسمن ولا تغني من جوع. هذا ما أثرته ندوة لأكاديميين ناقشت الأوضاع التأمينية في البلد ورواتب المتقاعدين المتدنية. الحد الأدنى 20,000 ريال، ومعظم المتقاعدين في 20,000 ريال. طبعا لا تكفي، يعني لا تكفي للأسبوع بالنسبة، وبعدين الإنسان لما يتقاعد بيكون الظروفة الصحية يحتاج إلى علاجات، يحتاج بالإضافة إلى أنه يعني مرتبط بأسرة. أكثر من 800,000 عامل فقدوا وظائفهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأغلبهم من دون تأمين يحفظ لهم سنية الخدمة أو يكفل لهم عيشا كريما. ودور الحكومة مغيب تماما تجاه المتقاعدين حسب طرح المشاركين في الندوة. أداء الحكومة تجاه المتقاعدين لا أداء سلبي وقاصر، ولا يقتصر هذا الأداء السلبي على مؤسسات التأمينات الاجتماعية، وإنما على الواقع الإداري في الجمهورية اليمنية بشكل عام. المعاش التقاعدي في اليمن صدمة يواجهها المتقاعد بعد سنين عدة من الخدمة والتفاني في العمل بانقضاء أحد الأجلين، إذ يجد الموظف في القطاع الحكومي والخاص نفسه في وضع مالي زهيد ويفرض عليه التأقلم مع الوضع المالي الجديد.